اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. هنعمل النهارده مقلوبه وسلطه خاص بالزبادي. تعالوا عشان المقلوبه نشوف هنحتاج ايه. هنحتاج رز وبتنجان وبطاطس وفراخ وبصل وتوابل وورق لورا ولومي وزعتر وطماطم زعتر باودر. الاول هنجيب البتنجانية دي، انا حاطه الزيت اهو من قبل الحلقه عشان يلحق حاجه تتحمر. نحط البتنجان كده وهنجيب البطاطس نقطعها برضو شرايح. كفاية اتنين. والطماطم هقطعها شرايح برضو. بصي كده بقى على الرز. انا هعمل كل حاجه لوحدها وهسوي كل حاجه لوحدها وبعد كده هبتدي اوريكم ازاي هعمل. الاول اهيب دي، احط الفراخ الاول على النار دي 4 شرايح فراخ. بص على البتنجان كده لسه فاضله شويه. احنا هنقلي البتنجان وهنقلي البطاطس. ده كوباية رز انا غسلاه ومنشفاه، هحطه كده في الحلة. وهحط عليه شوية زيت. بس هتنزل قليل شوية. حطوا كده على النار برضو عشان كله يستوي مع بعض. هشوح كده الرز، هقعد اشوحه لحد بس ما يبقى كريسبي شويه وبعدين هقول لكم هعمل فيه ايه. نبص كده على الفراخ. نحط عليها بقى شويه، انا مش متبلاها خالص، شويه فلفل وشويه ملح. البتنجان بياخد شويه في الزيت، انا عايزاه يبقى مقلي يعني. نقعد نقلبها كويس عشان بس نتأكد انها اتشوحت. نحط بقى مية. ونقلبه. ونحط له بقى ايه التوابل، ورق اللورا
والتوابل الثانيه، وده اللومي، ده عادي موجود عند العطار عادي، بيبقى ليمون مجفف بطريقه معينه، ونقفل عليه كويس. نجيب بقى البصل ده نحطه كده، شوية التوابل دي، ايه رأيكم عقبال ما الحاجة تكمل سوا نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل اللي احنا بنعمله. رجعنا تاني، الفراخ اهي استوت، بس انا عملت من وراكو حاجتين، طلعت البتنجان وانا حطيت البطاطس في الزيت، قلت يعني عشان تلحق تتقلي، فهنخليها كده شويه ونشوف هنعمل ايه عقبال ما تخلص. هنعمل سلطه اصلا بسيطه خالص، مش محتاجه اي حاجه. هنجيب خصايه وهنقطعها كده اهو، ويا ريت نقطعها بايدينا، انا كنت هقطعها بايديا بس انا يعني عشان الفيتامينز ما تتكسرش، بس انا نسيت صراحه. هجيب بقى الزبادي واحطه كده، واجيب الليمون واحطه كده اهو، وهجيب ثوم بس مش كتير، احطه كده معلقه ثوم، واقلبهم كويس قوي مع بعض بس كده. خلصت اصلا، هحط بس الفص، هسيب بس شويه كده احطه بره، حاجه خفيفه وتهضم مع المقلوبه، عشان المقلوبه برضو تعتبر من الاكلات الدسمه عشان فيها حاجات كتير قوي، فيها مقليات كتير. ممكن نشيل البطاطس، خلاص كده بس بقى حواليكوا طريقة سهلة جدا للمقلوبة، عشان ساعات بنحطها في الحل عادي ونخليها تستوي، وبعدين لما نيجي نقلبها بتلزق مننا، فدي طريقة ان شاء الله مش هتلزق دي. اول حاجة هنحطها دي كده تانية، اول حاجة هنحطها الفراخ، هنحط كده، ده ورق زبدة انا حطاه عشان الحاجة ما تلزقش. وكده هنحط واحدة كمان صغيرة، هجيب البصل ده طبعا احطه، وبعدين هجيب البطاطس واحطها، طبعا القالب ده صغير، انتوا ممكن تحطوا قالب كبير على قد اللي هياكل. نعمل كده، عشان سخنه بس قوي فانا مش قادره امسك. واحده كمان، وبعدين هنحط البتنجان
واخر طبقه هحطها الطماطم. وبعدين هنحط الرز. نكبسه كويس قوي عشان لما نيجي نقلبها. بصوا الأرضية دي لازم تبقى تخينة شوية ونكبسها عشان لما نيجي نقلبها تفضل فترة على نفس الشكل لحد ما نقدمها. كده مفروض انها اتكبست ومفروض لما تتقلب ما تتبادلش مننا. ننضف بس بقيه الحاجه كده. دي سلطه بس هنحطها في طبق التقديم. نحط عليها شوية توست. كده. وهنجيب طبق مستطيل عشان المقلوبة دي. ايه ده. نحطها كده. هنشيلها وان شاء الله تطلع حلوة. ان شاء الله. ممكن بس نعمل لها ديكوريشن كده. نحط شوية طماطم. ونحط لها كمان نحط الحاجات اللي احنا اصلا حاطينها جوه كده. وكده يبقى النهاردة عملنا المقلوبة بطريقة سهلة وبسيطة وعملنا سلطة الخس بالزبادي. يا رب الأكل النهاردة يبقى جديد وتجربوه بسرعة. واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة.